اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم لقاء خاص. النهارده احنا لقاء خاص، لقاء حصري وعن قضيه خاصه وعن موضوع خاص. احنا النهارده هنتكلم عن التحكيم العرفي ودوره في المجتمع. وعشان لما نيجي نتكلم عن التحكيم العرفي ما ينفعش اجيب حد معين في التحكيم العرفي، الا لازم اجيب ناس تكون ضليعه ومعروفه في التحكيم العرفي. النهارده احنا معانا 2 ضيوف ليهم باع طويل جدا في التحكيم العرفي، من اهم واشهر المحاكمين العرفيين في الجيزه، مش بس كمان في الجيزه، ده كمان في كل محافظات وانحاء الجمهوريه. هم انهوا كتير من المصالحات والخصومات الساريه على ايديهم في جميع المحافظات الجمهوريه، ومش بس كمان في مصر، في جميع القبائل العربيه في العالم العربي. النهارده معانا ضيوف اعزاء لقبوهم الناس بنسور التحكيم العرفي. معانا النهارده العمدة أحمد راشد، أهلا بيك عمدة. أهلا وسهلا بيك أستاذ حازم، أهلا وسهلا بيك. كمان معانا ضيفنا العزيز على قلبي شيخ مشايخ العرب وكبير عائلة أبو ريش، الشيخ الحاج حماد صلاح أبو ريش، أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ حازم، الله يخليك. منورني. الله يخليك. نورت البرنامج. مرحبا بيك ومرحبا بأسرة البرنامج جميعا والسادة المشاهدين. ربنا يخليك. الله يخليك. النهارده طبعا خليكم معانا، هتشوفوا حاجات حصرية من مصالحات في أبو النمرس وطموه وشبرمان. 3 مصالحات عرفية كانت تعتبر يعني مشاكل كبيرة، وإن شاء الله بفضل ربنا قدر الحاج حمادة صلاح أبو ريش والعمدة أحمد راشد إنهم ينهوا هذه الخصومات، هنشوفها مع بعضنا تباعا. لكن قبل ما نخش على التحكيم العرفي ودوره في المجتمع المصري، عندنا قضية مهمة جدا في جنوب الجيزة بتؤرق كل أهالي جنوب الجيزة، وهي مشكلة طريق الموت ترعة الماروطية من أول الهرم لحد دهشور. ايه المشكله وايه الحكايه؟ كل الحكايه ان في كل اسبوع في طريق على ترعه المرطيه، طبعا ده طريق سياحي بينقل الناس من الهرم لحد دهشور، وطبعا وصل للعياط، لكن المشاكل الكبيره كلها في المنطقه المنحصره ما بين الهرم والعياط. ايه اللي بيحصل في الموضوع؟ الطريق ده ما عليهوش ترعه المرطيه، ترعه كبيره طبعا وما عليهاش اي حواجز ولا مصدات. السرعه طبعا والمنحنيات والملفات الخطره وبعض المشاكل في الطريق بتؤدي الى انقلاب السيارات في الترعه دي، وطبعا ده ادى الى وفاه كتير كتير من الناس ومن الاسر والضحايا في هذه الترعه. اخرها طبعا كان الشهيد عبد الحميد صابر، احد ابناء قريه سقاره في البدرشين، هو وبنته طبعا الطفله البريئه ملك. ده اللي معانا على الشاشه، ده فيديو مبادره سور المرطيه، هات لنا صوره الفقيد عبد الحميد صابر كده معانا على الشاشه. فطبعا ناس كتير توفت في الترعه، وطبعا كلنا نشيدنا المسؤولين. انا واحد من الناس اتقابلت مع محافظ الجيزه اللي هو احمد راشد، اصدقائنا الاعلاميين طبعا قابلوا اللي هو كمال الدالي واتكلموا معاه في الموضوع دوت، يعني ناس كتير طبعا. لكن كل الحكايه ان مفيش ميزانيه، فقررنا الناس قررت تعمل السور بالجهود الذاتيه. طبعا معانا على الشاشه ده صوره الشهيد عبد الحميد صابر الفقيد في احد ضحايا ترعه المرطيه الله يرحمه، ربنا يصبر اهله. طبعا كانت ماساه يا حاج احمد، طبعا ان الطفله دي يا جماعه قعدت طبعا وقت الحادثه، هحكي لكم القصه بالظبط. العربيه نزلت الترعه المرطيه، والدها خد البنت وطلع من الترعه من العربيه وقعد يرفع بنته لفوق كده بيحاول ينقذها لحد ما الاثنين نزلوا وما طلعوش تاني. في نفس الوقت الناس قدرت تطلع الفقيد الله يرحمه عبد الحميد صابر، لكن البنت قعدوا 4 ايام يبحثوا عنها. معانا فيديو يا جماعه للبحث عن ملك، طبعا هتقولنا على الشاشه نشوفه. وهم الناس بيدوروا 4 ايام بيدوروا على الطفله البريئه دي، وبعدين لقوها بعد 5 أو 6 كيلو من موقع الحادث. والفيديو اهوت، وهي الناس طبعا الاهالي يعني قاعدين على حف الترعه، يعني كل اللي بيتمنوه ان هم يلاقوا جثه الطفله الله يرحمها، علشان طبعا يوصلوها المسؤول الاخير بجوار والدها رحمه الله عليهم الاثنين. وده طبعا يعني الطريق مش المشكله دي بس، لا دي حوادث كتير طبعا، اسر كتير يعني شباب واب وام واطفال. طبعا في مجموعه يعني حد من عيله الخبيري في دهشور توفى هو وزوجته وابنائه، حد من عيله ابو شميله بالمرازيق طبعا توفى هو وزوجته وابنائه، كتير يعني شباب، مجموعه شباب من عيله ابو منسي في قريه دهشور. يعني بصراحه انا شفت كتير ومأساه كتير في على هذا الطريق. تعليقك يا حاج حماده على الموضوع ده؟ والله لازم الدوله تتصرف او المحافظه بمعنى اصح، ان ده طريق خطر وناس كتير ماتت وارواح ناس وشباب وبنات وحرام، لازم نشوف لهم صرفه.
تعليقك ايه يا حاج احمد؟ ده حضرتك يا استاذ حازم ده المفروض طريق سياحي يعني واجهه لسياحه مصر، المفروض يعني يبقى فيه سور على اساس ان طبعا السياح المفروض ما يشوفوش منظر زي كده. صحيح. بعد ما خاطبنا المسؤولين والمحافظه كله قال ان مفيش، الموضوع مكلف جدا ومفيش ميزانيه لانشاء السور. طب ما غطوا طلعت المصريه ناحيه الهرم. فقرروا الناس غطت وواسعه زي دي طلعت نفس الحجم ده. دايما يا حاج حماده في الجنوب او القرى والاقاليم بيهمشوها يعني. ما بتلاقيش اهتمام المسؤولين. بيهمشوها. مش رقم واحد. دايما رقم واحد. طلعت المنصوريه نفس الحجم ومن ناحيه الهرم. عفوا. ومتغطيه. صحيح. صرف مغطي. صحيح. بس ده مشروع كامل متكامل لخدمه الطريق الدائري ومنطقه طلعت المنصوريه. الخلاصه طبعا الاهالي ما خلصهاش وفكروا يعملوا مبادرات لانشاء سور على طلعت المنصوريه. جزاهم الله خير. طيب بدات القصه منين؟ بدات من واحد احد ابناء قريه العزيزيه اسمه جابر عبد الله حرب، ده من حوالي شهرين ابنه اسمه عبد الرحمن، عندنا صوره الفقيد عبد الرحمن يا جماعه، عطولنا صورته على الشاشه، ده احد ضحايا طلعت المنصوريه، برده نزل بالعربيه في الترعه وتوفى الشاب ده، وكان معاه ابن خالته طبعا في العربيه شاب زيه، بس ربنا نجاه، لكن عبد الرحمن اتوفى بعد ما قعد حوالي اسبوع او 10 ايام في العنايه المركزه، عبد الرحمن اتوفى. هاتولنا صوت عبد الرحمن كده على الشاشه عشان الناس تشوف الله يرحمه. من هنا الحاج جابر عبد الرحمن اهوت الله يرحمه، طبعا شاب 19 سنه، ربنا يصبر والده الحاج جابر، فكر ان هو طبعا هو مقاول، فكر ان هو يعني يبتدي يعمل حاجه على روح ابنه الله يرحمه، يكون صدقه جاريه على روحه ويحمي الناس الثانيه، ما وقفش الموضوع عندها، ما قالش زي الناس ده موته خراب ديار، لا قال انا هبدا النبتة الأولى وإن شاء الله هعمل سور. فتواصل مع المسؤولين، طبعا بنشكر المحافظ أحمد راشد إن هو عمل لنا الموافقات، بنشكر رئيس مدينة البدرشين على موافقته على إنشاء السور ودعمه لينا طبعا، وبنشكر كمان المهندس سيد الحنفي ومديرية الطرق بالجيزة لدعمهم لينا وتوفير سبل الدعم لإنشاء السور وإنهاء التراخيص بتاعتنا عشان نقدر نعمل السور بالجهود الذاتية. حاج جابر طبعا ابتدى عمل لبنة الأولى، وبعدين نشدنا الناس إن هم يتبرعوا وابتدوا يساعدونا، عندنا فيديو يا جماعة هتقولنا عملنا سور على طلعت المرتبة الجهود الذاتية، هتقولنا الفيديو للسور دوت نشوفه كده على الشاشة. في الفيديو ده اهوت السور عبارة عن مصدات خرسانية، عبارة عن قايم عمود قايم وعمود نايم، كاميرات بتحمي الترعة. طيب الناس بتسأل إن ده ضعيف، وده احنا عايزين نبني سور كامل، وناس عايزة تقول نعمل نيوجيرسي. دي يا جماعة المواصفات اللي وافقت عليها المحافظة، احنا مجبرين عليها، دي المواصفات اللي وافقت عليها محافظة الجيزة، دي المواصفات اللي وافقت عليها هيئة الطرق، دي المواصفات اللي وافقت عليها هيئة الصرف. احنا يعني بذلنا شوط جامد جدا ومعارك كبيرة مع الصرف، هيئة الصرف، علشان يوافقوا لنا على إنشاء هذا السور. أولا هذا السور يا جماعة فك وتركيب، يعني لو في تحته مواسير مية، كهرباء، كابلات تليفونات، أي حاجة تانية تخص الدولة يقدروا يرفعوه وينزلوه، إذا في تطهير لطلعة المرطية يقدر يرفع برضو السور وينزل الحفار ويعمل تطهير ويرجعه تاني، أي مشكلة في الطريق يقدر يرفع السور ده، عشان كده فك وتركيب. تاني حاجة عاملينه بالشكل المكشوف زي ما حضراتكم شايفين عشان ما بوصل الشكل الجمالي لطلعة المرطية، لأن ده علم تاريخي من في تاريخ المنطقة، عشان كده ده احنا مجبرين على هذا الشكل، وده الكلام بقوله لاول مره ليكم، احنا المواصفات دي هي المواصفات اللي طلبت منا من محافظه الجيزه ومن هيئه الطرق ومن هيئه الصرف، فاحنا مجبرين عليها، واللي عايز يساعد طبعا يشارك في مساهمه في مبادره، يساهم معانا في مبادره طلعت المرطيه، بنشكر كل من ساهم فيها، كل الناس اللي شاركوا معانا بالجهود الذاتيه، الناس اللي بعتوا اسمنت، الناس اللي بعتوا حديد، الناس اللي بعتوا رمله وزلط، بنشكرهم جميعا وجزاهم الله خير في ميزان حسناتهم، وان شاء الله السور يكتمل بمجهودكم ودعمكم وتعاونكم، يعني وان شاء الله ربنا ينجي كل المصريين وكل اهل هذه المنطقه من هذه الحوادث وربنا يحفظنا. نخش بقى لموضوعنا الرئيسي، الموضوع اللقاء الخاص، اللقاء المهم جدا، زي ما بيقولوا كده لقاء عمالقه التحكيم العرفي في مع الاعلامي حازم المالط، طبعا المالط افندي سابقا في برنامج لقاء خاص. انا مشرفني النهارده ومنورني بجد والله الشيخ مشايخ العرب الحاج احمد صلاح وريش، ربنا يكرمك يا استاذ، منورني ومنور الدنيا، الله يخليك، ربنا يكرمك، تسلم. للمره الثانيه العمده احمد راشد منورني، وكل اعمالكم مشرفه، انا بتشرف بيكم بوجودكم معايا. كل كل استاذ حازم ربنا يبارك، تحياتي ليك ولاسره البرنامج جميعا والساده المشاهدين. التحكيم العرفي يا جماعه له دور كبير في المجتمع طبعا، بين الخلافات والمشاكل، واهمها طبعا الخلافات السعريه اللي ما بين العائلات اللي بتحصل في القرى والاقاليم، وطبعا برضو في المدن
بيحصل مشاكل كبيره، دايما القضاء بيبقى عليه اعباء كبيره، فالتحكيم العرفي بيشيل عبء كبير عن القضاء العادي طبعا، وبيحل هذه المشاكل وبيحقن الدماء، وفي الاخر بين الجلسه في بالصلح والتراضي بين الناس، وترجع الناس للمحبه تاني، فبينشر روح المحبه والسلام بين الناس. والجماعه دول طيور السلام اللي قاعدين معايا دول، طيور السلام اللي بتنشر السلام ما بين الناس. انا سعيد جدا انهم معايا، وهبدا معاكم النهارده هنتكلم عن ثلاث وقائع جلسات صلح. اول جلسه كانت في قريه طموف، منزل العمده احمد راشد، كان طبعا راعي البيت ومستضيف الجلسه عنده. بشكرك طبعا، جزاك الله خير على هذه الجلسه يعني. شرفتوني. ودي كانت جلسه بين اولاد العم من عائله عبد الله بقريه شبرمنط، قبيله مطير. نعم، قبيله مطير، قبيله قلم مطير، عائله اولاد عبد الله بقريه شبرمنط في الجيزه يا جماعه. واللي استضافهم عنده الحاج احمد راشد في منزله في طمو، وتم الصلح على خير. كلمنا حاج احمد عن المصالحه دي، وكان ايه العقبات اللي فيها وازاي تمت؟ والله هم في الاول وفي الاخر هم اولاد عم، وطبعا كان في فتنه في وسطيهم، والموضوع طبعا كان معروض في منزل عم الحاج صلاح الهري. وطبعا انا ادعيت ان على اساس ان انا اقعد معاهم ونقرب وجهات النظر بيننا وبين بعضهم، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى قدرنا واقنعنا الطرفين ان طبعا ما ينفعش يبقوا اولاد عم وناس عرب وناس مشايخ، وما ينفعش يبقى هم في نزاع ما بينهم. فالناس مشكورا الحاج خالد عيد والحاج سيد عيد والحاج محمد عيد آل فرحان والحاج شعبان والحاج لطفي حسين فرحان والحاج لطفي والشيخ صابر، كانوا ناس بصراحة يعني ناس كانوا على أعلى مستوى في التفكير، والحمد لله قدرنا إن احنا نقدر نوفق ما بينهم. وجوم عندي في طموه في وجود طبعا الحاج حمادة صلاح أبو ريش اللي متعودين منه على كل الخير، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى قدرنا، والناس طلعت اهل وحبايب وما فيش اي مشكله بفضل الله عز وجل. ربنا يجزيك خير. الحمد لله. طبعا الحاج حماده كان قاعد احد المساهمين والمشاركين في هذه المصالحه، انا طبعا كنت حاضر، تشرفت بحضوري معاكم في ده. شرف لينا وربنا يجزينا خير يعني، اتمنى من الله يجزينا خير بس في العفو والسلام والصلح. طبعا الحمد لله. وكان ضروري معانا عم الحاج صلاح الهري، لان هو كان قبل كده حصل صلح في بيته، وبرده يعني ربنا ما وفقش، وربنا يجزي العمده خير، ربنا وفقه بفضل الله وتعاملت عنده في البيت. واحنا بنعتذر برضو لعم صلاح الهري، وبنشكر اولاد العم جميعا، لان ده واخد اخت ده وده واخد بنت ده، اهل اهل يعني نسائب، اهل ونسائب وشبكه متواصله يعني. صحيح، ربنا يحبهم في بعض. وبرضو يعني لازم نخص بالشكر الحاج سيد صالح راشد عمي، طبعا بذل معايا مجهود كبير، والاستاذ سعيد، كل الشكر لكل الناس اللي بتساهم. ابو طه بذلوا معايا برضو مجهود كبير، وربنا يبارك في كل راجل بيمشي في الخير، ربنا يبارك في كل راجل بيمشي في الخير. هم الناس برضو كان ليهم كلمه، وصراحه يعني ساعدوا العمده وساعدونا. ولاد عم عيد فرحان الله يرحمه ويسامحه، والطرف الثاني ولاد عمهم برضو، ولاد عم عيد الحاج عبده عيد والحاج سيد والحاج خالد ومحمد عيد، كلهم ناس محترمين. طيب، واخوه افاضل يعني. احنا معانا تقرير كده اهوت، كلمات كلمه الحاج احمد راشد، العمده احمد راشد، في الصلح اللي كان عندك في البيت اللي هو بين عائله عبد الله. ايه رايك نخرج ونشوف الفيديو؟ اتفضل. جاهز يا سوليد؟ نخرج يا باشا نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. نخرج نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا باسمي وباسم عائلات قريه طموح برحب بالصدى الضيوف، واهلا وسهلا بيكم وشرفتونا ونورتونا. اما بالنسبه للصلح ان شاء الله ما فيش تقريب، صلح ابيض، والناس طبعا اهل وحبايب وقرايب. وبشكر الجهات الامنيه، بشكر اسلام بيل لانه طبعا بذل معايا مجهود كبير في الموضوع دوت. وبنشكركم وبنشكر اهل الخير، وبنشكر عم الحاج صلاح الهري، الراجل اللي خد الموضوع من الالف للياء، وحقه عند الناس دي كلها، وحقه عندي انا بالذات. عم الحاج صلاح الهري الراجل المحترم اللي فتح بيته للخير، ويا عم الحاج صلاح حقك على دماغي انا. حماده صلاح ابو هريش فليتفضل. مشكور. السلام عليكم جميعا. انا بشكر الطرفين انهم اهل واحد، فرحان وفي نفس الوقت زعلان ان ما ينفعش بيت ابو عبد الله يقولوا قاعده دي، انما انا فرحان للصلح لكن زعلان من اللي حصل.
وما ينفعش اي عتاب عشان احنا برضه يعني نقول عن بلد فما ينفعش. والبركه في عم الحاج عيد وعم الحاج صلاح وبعتذر لك تاني وبشكركم جميعا وبشكر اسره البرنامج وبشكر العمده احمد حماده ابو راشد وربنا يجعل مفتوح حسك يا عمده ويطول عمرك ويجعلك في الخير دايما. مصطفى العدنان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتذال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وآله وصحبه وسلم في كل لمحة وطرف آل فرحات جزاكم الله خيرا. احنا مش يعني في حقيقة الأمر يعني لما ننظر كده في القرآن الكريم نلاقي آخر آية في سورة يوسف قالت إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قصة سيدنا يوسف وإخواته عبرة لينا، يعني اوعى تزعل من نفسك لما تزعل، لا اعرف ان ليك رب وارجع له، اخطا اعرف انك ليك رب وارجع له لانه اسمه الغفور الرحيم. زي ما شفنا دي كانت كلمات المحكمين ورجال الخير نسور التحكم العرفي اللي قاعدين معايا طيور السلام اللي دايما بيرفرفوا على محافظات الجمهورية علشان يعم السلام والخير ما بين الناس ويبعدوا عنهم الخصومات. تعليقك يا حاج حماد على والله وربنا يجازي العمدة خير أولا والناس اللي تابت معاه من عم الحاج جمعة إدريس للحاج هاشم أبو جانب لعم الحاج رجب فتحي أبو السلام عم الحاج صلاح الهري كل المسيخ وأفاضل ربنا يجعلهم في الخير دايما. وكان في ضيف شرف الحاج سليمان أبو ريش كان موجود برضو. الناس كلها ما بتأخرش والعمدة بصراحة ربنا يجزي الخير تقف الموضوع حوالي 15 يوم وشكر خاص للأمن برضو الأمن ما تأخرش طبعا والله ربنا يجزي خير برضو الأمن يعني في أي مكان مش شرط أبو النمرس بس في الحوامدية في الجيزة بره الجيزة في أسيوط في سوهاج في أي بلد ربنا بيكرمنا بنخش على الأمن ما بيسيبناش دي برضو يعني طبعا صراحة شكر خاص للأمن بأمانة يعني دايما داعم كده والحمد لله رب العالمين الحمد لله أنا توفقت يعني. العمدة أحمد راشد للناس اللي ما تعرفش التحكيم العرفي او ما حضرتش جلسات بعد اللي احنا شفناه ده ايه اللي بيتم؟ اللي بيتم يعني في شايف ورق وناس بتمضي وكتابه الكتابه دي حاج رجب وسلامه كان بيكتب حاجه ده اسمه محضر تحكيم عرفي. محضر التحكيم العرفي ده بيلزم الطرفين بالامان بينهم من بعضهم بحيث ان ما فيش حد يخطا في حق التاني وده بيبقى في شرط جزائي مثلا طبعا يعني؟ بيبقى في شرط جزائي وبنامن الطرفين وبفضل الله عز وجل بيفضلوا طول العمر ان هم محترمين بعضيهم ومقدرين بعضيهم بفضل الله عز وجل. ومن خلال البرنامج بتاع سيادتك انا بتوجه بالشكر للسيد رئيس مباحث ابو النمرس اكرامي بيه البطران طبعا اكرامي بيه المشكله بتاعت قال ابو عبد الله صحيح طبعا الراجل جزا الله كل خير واسلام صحيح. بعكاشه صحيح. اسلام بعكاشه ده يعني قطع معايا شوط كبير طبعا جزا الله كل خير ابن عمده عمد العمده حمدي عكاشه الشرف طبعا عمده حمدي عكاشه عمده عمد الجيزه طبعا عم حمدي ربنا يديله الصحه ويبارك له في اسلام بيه ونبارك له على بنته دخلت شرطه طبعا عمده حمدي عكاشه والتنظيم طبعا للعمده محمد حماده راشد اخويا طبعا في صلح قلعة ابو عبد الله وصلح قلعة جوهر وابو خليل في قريه طموح ربنا يجازيهم خير. ومن خلال المنبر بتاعك احنا بنقول للناس التحكيم العرفي حمامه سلام للطرفين ما بيهدرش حق طرف ده بالعكس بيامن الطرفين. التحكيم العرفي لو فعلناه في المنازل وفي كل امورنا ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه البركه. صحيح. وبينهي. صحيح. مشكله بدل ما تتداول بالخمس سنين والست سنين احنا في المجلس التحكيم العرفي بنخلصها والناس بتطلع حبايب وقرايب. وبما ان الناس بتطلع حبايب وقرايب بعد الكلمات اللي شفناها ده معانا فيديو لقسم الصلح ما بين العيلتين. المخرج طبعا جهز لنا الفيديو قسم الصلح ما بين عيله ابو عبد الله
طيب نخرج نشوف الفيديو عشان تعرفوا ايه اللي بيتم بعد كده معانا على الهواء. اتفضل. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والخطايا، وعزمنا عزما اكيدا الا نعود إلى ذنب أو معصية تغضب الله ورسوله، والله خير شاهد على ذلك. إخواتنا احنا الاثنين بقى طرفين بعد إذن حضرتكم نقول مع بعض: نقسم بالله، نقسم بالله، نقسم بالله على كتاب الله بأننا قد تصالحنا تصالحا أكيدا صافيا من قلوبنا، وأننا إخوة في الله أولا ثم نحن إخوة عصر، وقد نزغ الشيطان بيننا وعدنا إلى صوابنا وإلى كتاب الله وسنة رسول الله، ونقسم على أننا كل منا يعامل الآخر على أنه أخيه وعلى سنة رسولنا الكريم، والله على ذلك خير شاهد. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم. بسم الفاتحة. احضروا بعضكم يا جماعه، انتوا اهل. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، مبروك عليكم الصلح. الله اكبر يا رجاله. مبروك عليكم الصلح يا جماعه، خدوا بعضكم الحب، مبروك عليكم الصلح، الف الف مبروك، ربنا ما يدخلكم شر. زي ما شفنا حبايب حبايب، ندخل نخرج يعني بندخل الجلسه، بيدخلوا اعداء يطلعوا حبايب، في خصومه بيطلعوا حبايب، بيدخلوا اعداء يطلعوا حبايب. طبعا ربنا يجازيك خير يا حاج احمد. والله يجعله مفتوح حسك في ميزان حسناتك. اتعلم منك يا حاج احمد. لا تسلم، ده انت اخ فاضل، ربنا يجازيك خير على اللي بتعمله. ربنا يجازيك خير. وبشكر بالذكر برضه قبل ما ننسى الاستاذ مصطفى هيبه من طمو، طبعا راجل اخ فاضل وراجل محترم، كان حاضر معانا، شخصيه محترمه جدا. وبشكر عم الحاج عيد ابو سليم، الحاج عيد ابو سليم كبير بيت ابو عبد الله من عرب الحصار، راجل اخ فاضل وراجل محترم واللي باع طويل برضه في التحكيم العرفي وفي حل المشاكل ونعم الناس بصراحه. وطمو كلها تشكر، كانت واقفاها كلها بصراحه، كل من ساهم وخاصه انت وراشد كانوا واقفين كلهم ونعم الناس. والله مقابله الناس استقبال مشرف يعني، وكرم الضيافه برضه العمده الله يبارك له، كان عامل ضيافه فوق الوصف. الله يخليك، ربنا يجازيك خير ويجعلك في ميزان حسناتك يا عمده. ايش الله يخليك يا عمده، ربنا يوسع عليك، الله يبارك لك، ربنا يوسع عليك. انتوا مش بس الجلسه دي، الجلسه دي كان صلح ما بين ابناء عم من عيله واحده، وطبعا كانت اصابات ومشاجرات وحاجات يعني تعتبر خفيفه. نعم. طيب معانا صلح تاني اللي بيبقى فيه دم طبعا، وده بيبقى اصعب. طبعا طبعا معانا صلح عائله ابو جوهر وابو خليل من طموم. الحاج احمد راشد كان ليه باع طويل في هذه المصالحه. انا واحد من الناس كنت رحت زياره سايره خير للناس دي عشان نصالحهم، ولم نوفق بصراحه. الموضوع بتاعهم كان فيه مشاكل كتير، ربنا يجزيك خير. الله يخليك، وربنا يجازي اي حد يسعى في الخير. كلمنا يعني بشكل مختصر كده عن صلح ابو جوهر وابو خليل في قريه طمو. والله الحمد لله. وقول لنا الدم كان ايه بالظبط علشان الناس تبقى عارفه القصه. والله الحمد لله، كانت حصلت مشاجره ما بين عائله ابو خليل وعائله جوهر، مشاجره فرديه لم تقصد بيها ايه العائلتين. فطبعا توفى شخص من عائله جوهر رحمه الله عليه طبعا، وبادرت عائله ابو خليل بادخال الكفن لعائله جوهر، وعائله جوهر بعد كده ردت وخدت الراجل اللي كان ليها
وبدلنا الكفن لعائله ابو خليل والحمد لله رب. مع تغريم برضه؟ اه مع تغريم بقى. مع يعني تغريم يعني تغريم مبلغ برضه مش سهل. حد مات هنا وحد مات هنا. اه شخصين واحد من العيله دي واحد من العيله دي واحد من العيله الله يرحمه. آه وتم طبعا دفع مبلغ. في شخص عجز برضه من بيت ابو خليل. اه وبيت ابو جوهر بصراحه الناس لو قلنا لهم يمين ماشي شمال ماشي كان مساعدنا ان احنا اي حاجه نقولها ما تاخروش. وبيت ابو خليل برضو يعني. بس هي كان تاخير من بيت ابو خليل ليه؟ لان كان عندهم ظروف خاصه برضو، ان كان عندهم شاب بيعالج وحصل له عجز، فكان بيطمئن عليه الاول. انما الطرفين والله اهل خير وناس محترمين وما تاخروش، ويعني يعتبر الفارس الوحيد في الموضوع ده العمده احمد حمد ابو رشد رقم واحد. وعم جمعه وعم جمعه وعم جمعه ابو ادريس طبعا. طبعا ده حقيقه برضه. عم جمعه ابو ادريس طبعا. اه ده حقيقه. خد عم جمعه في اي مشوار معانا ما سبناهش. اه طبعا خلينا ونعمل ناس عم جمعه. الله كله خير. وطبعا مقدم اكرامي البطران برضه كان رئيس مباحث الامن. طبعا باشا بمستوياته الامن لازما يدينا كتف. صح. وكتف في الخير. اه طبعا. مش كتف في لا لا لازما يدينا كتف. النهارده الامن لما بيخش عليه راجل محترم عارفه في التحكيم ما يعملش فتنه الامن طبعا بيرحب بيساعده بيساعده بيرحب. صحيح. طب ما تيجي نسمع كلمتك بقى وانت بتشكر الامن في جلسه صلح بتاع طمودي بعائله جوهر ابو خليل. هتقول لنا كلمه الحاج احمد راشد العمده احمد راشد صلح جوهر ابو خليل. نخرج نشوفه ونرجع لكم تاني. خليكم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكر قيادات مديريه امن الجيزه القيادات المحترمه اللي ما قصرتش معانا في اي موضوع سواء في طموح او خارج طموح. وبخص الشكر للسيد اكرامي بيه البطران واحمد بنك والساده المعاونين مباحث مركز ابو النمرس الناس المحترمه، وطبعا على راسهم السيد اللواء عماد بيه حمدي الراجل المحترم اللي متواجد معانا في جميع جلسات الخير. جلسات الخير على طول اللواء عماد حمدي بيشجعنا ليها، ومديرية الأمن بصراحة بتساعدنا على الإنهاء الخصومات الثأرية. وبقول رسالة لقرية طمو بلدي، كفانا مشاكل، عايزين نرجع لطموه روحها القديمة اللي هي التسامح. إحنا كنا في طموه بنقول كفاية العيب عيبه، لأننا أهل ونسايب وقرايب. لو مش عصب بيبقى نسب، ولو مش نسب بيبقى صلة أرحام. إحنا بنقول لطموه إحنا البلاد اللي كانت جنبينا كانت بتضرب بقرية طموه المثل. إحنا بإيدينا نرجع الروح ديت، وبإيدينا إن البلاد التانية تقول علينا بلاد زي البلاد اللي هي يعوذ بالله اللي مليانة دم. وإن شاء الله بإذن الله برجالة أهل الخير متأكدين إن المشاكل اللي في طموه إن شاء الله بإذن الله هتنتهي بإذن الله. وبشكر كبار عائلات قرية طموه اللي مشرفينا فوق كل صلح، وبنتوجه لهم بالشكر على التصالح اللي هم بذلوه برضه مع عائلة أبو خليل وعائلة جوهر وبعض العائلات الأخرى. وإن شاء الله بإذن الله طموه على قلب إيد واحد. ويا جماعة مش لازم شاب صغير يتخانق مع شاب صغير نقوم إحنا نقول إحنا بقى إيه؟ نقول يا جماعة ده عائلة فلان بتتخانق مع عائلة فلان. إحنا لازم نقول شاب صغير مع شاب صغير وكفى العيب عيبه. لكن دلوقتي أصبح دلوقتي عيل لو في سنة ستة أو خمسة ابتدائي ضرب عيل إحنا بنأولها على طول وبنقول عيلة فلان مع عيلة فلان. يا جماعة يا أهل الخير عايزين نرجع روح طموه القديمة اللي كان بيضرب بها المثل. وجزاك الله خيرا كل خير. هي كلمة موجزة ومعبرة من العمدة أحمد راشد عن هذه الخصومة اللي كانت تمت بين عائلة جوهر وعائلة أبو خليل في قرية طموه جنوب الجيزة. بصراحة الكلمة أنا عن نفسي معجب جدا بيها، وراجل بيتكلم من قلبه وبيتكلم بنية التسامح والعفو والإصلاح ما بين الناس، بيحس الناس على الصلح والناس تبقى إيد واحدة، ومش يعني مش مجرد ما يحصل مشاجرة مثلا بين شباب أو أطفال،
تقوم العائلات تضرب في بعض. فالراجل مشكورا جزاك الله خير يا عمر. الله يخليك يا استاذ حازم. يعني عايزين نعرف برضو مين شارك معاك في ال... نشكرهم برضو اللي شاركوا في ال... اللي شارك في معايا طبعا الصبح. عم الحاج جمعه قاسم ادريس والحاج احمد صلاح ابو ريش طبعا والحاج سيد صالح راشد وحضرتك برضو العمده محمد حماده وجميع عائلات قريه طموه وكبراتها شاركوا في الصلح. والحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى قدرنا وقدرنا نخرج الطرفين لبر الامان. منظر مشرف عمد الله. الحمد لله بفضل الله. منظر مشرف والله. الحمد لله قدرنا نخرج الطرفين لبر الامان. ولكن احنا بنقول هنا من خلال المنبر بتاع سيادتك عايزين نقول ان شاء الله باذن الله من قريه طموه ضد الدم. كويس. قريه طموه ضد الدم مبادره. طيب. قريه طموه ضد الدم. يعني من هنا من البرنامج الحاج احمد راشد العمده احمد راشد بيعلن بدء مبادره للعفو والتسامح في قريه طموه اللي هي قريته مبادره باسم طموه ضد الدم. يا ريت يا جماعه كلنا نشارك معاه في المبادره ديت علشان يعم السلام والعفو والمحبه والتسامح ما بين اهل طموه وبين كل عائلات طموه. حاج احمد حاج حماده قول لي اجواء المصالحه ما بين ابو جوهر وابو خليل. يعني وانت قاعد في الجلسه دايما كده تحس ان الجلسه بيبقى ليها يعني احساس كده خاص. اشرح لي انت كنت والله الفرحه للناس اولا ما يبقاش قدنا احنا احنا اللي فرحانين مش الناس بجد حقيقي لان احنا عارفين فعلا. ومدركين لا قدر الله لو ما تمتش ايه الخراب اللي هيحصل بعد كده. صحيح. ان هم لو مقدرين الخراب اللي هيحصل مش هيعملوا غلط. صحيح. فاي انسان بيمشي في الخير وخاصه بيكون فاهم في العرف بالنسبه له هو فرح مش للطرفين. الطرفين فرحانين ماشي وسط البر الامان انما احنا اكتر ممكن ابقى نايم في بيتي لا بتخانق ولا بتضرب بس عارف اللي هيحصل ايه وعارف الخراب اللي هيحصل ايه. طب وانا ممكن اكسل كسل ده هو يتسبب في قتل واحد. صحيح. ربنا يجازينا عليه. من دل على الخير كانه فاعله من دل على الشر كانه فاعله. طب احنا ربنا يكرمنا نفضل في الخير دايما. عايز اسالك حاجه. ماشي. في كل المواضيع دايما المشاكل دي بتبقى صغيره وبتكبر بسبب حاجه اسمها الفتن. الفتن وضعها ايه في المصالحات؟ هي الفتن ولما يكون رب اسره او مسؤول عن اسره او مسؤول عن عيله يعني ايه نقدر نقول يعني ايه ما بياخدش قراره مثلا صحيح. يعني بالنسبه لابو جوهر رحمه الله عليه اول ما كلمت عم الحاج سعيد جوهر رحمه الله عليه الله يرحمه وسامحه ارحمه وسامحه الف رحمه ونور عليه توفى ما بين الصلح وما بين الواقعه. كنت اخش عليه يا استاذ حازم انا زي عماد ابن الله يرحمه وسامحه برضه او زي نصر ربنا يديله الصحه يقول لي تعملوا عني ماشي اللي يعملوه الرجاله احنا موافقين عليه. عمره ما قال حاجه لا. راجل مسالم مسالم وعايز الخير بامانه. برضه ابو خليل بس كان العقب عند ابو خليل ان عندهم شاب كان بيعمل علاج طبيعي وعمليات وكان في شرايح ومسامير وقصه كده فخدت مسافه في العلاج. هم ما كانش متاخرين ده ابو خليل برضه ناس محترمه ما كانش متاخرين. الحاج زايد راجل محترم ونعم الناس كلهم والحاج مجدي والله بصراحه مجدي ناس يعني حق نتدمن والله بجد بالامانه يعني كان في امر اي واحد مكانه لازم يعمل كده. اطمئن على الشخص اللي عندي الاول المصاب وبعد كده انا معاكم احنا مش عايزين شر. الطرفين ما كانش عايزين شر. صحيح. بس اللي كان بادئ معانا بالمضره الله يرحمه عم الحاج سعيد جوهر ونعم الناس ورحمه الله عليه. والعمدة تعب وعم جمعه في المرضى يعني تعبنا في الاول عاوز كلمه انا والحاج نادر صلاح صحصاح والحاج ياسر ابو طالب ابو برس والحاج منصور عبد الحليم ابو رزق والشيخ حماده البراوي ناس كتير تعبت معانا. صحيح. وما توفقناش في الفتره اللي هي كان فيها الشخص بيتعالج ابن عم زايد. كمل العمده واستدعانا وكملنا معاه. ربنا يجازيه خير وعم جمعه كان هم حمامه السلام رقم واحد. الحمد لله انتوا قابلينا والله. الجلسه دي كان فيها تقديم كفن؟ كان فيها تقديم كفن ومليون جنيه ومليون ونص ولا مليون ونص تغريب. طب ما تيجوا نشوف القسم وبتصالح عشان نفهم ونتبسط ماشي يا فندم بالصلح بتاعهم ده. هتقول لنا قسم الصلح ما بينهم بين عائله جوهر وابو خليل بطموه نشوفوه مع بعض ونرجع لكم تاني. والعمده بذل جهد فيه جامد بصراحه والله الله يبارك له يعني. وراجعنا
ندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمعاصي والمخالفات، وعزمنا عزما اكيدا وعاهدنا الله سبحانه وتعالى أو معصية تفضل الله، والله على ذلك شهيد. زي ما شفتوا بفضل ربنا وبفضل رجال الخير تم الصلح والسلام على خير، والناس بهم اصحاب واحباب واهل وجيران وبلد واحده. كمان عايز اشكر محمود زايد ابو خليل الشاب المحترم المحترم المهذب اصيب في الواقعه دي، احد المصابين في هذه الواقعه واللي اصابته لسه مكمله معانا لحد دلوقتي، انه عفى وعلشان ينجي عيلته شر المالك وشر الخصومات السائريه وشر الدم. بشكرك وتحياتي ليك يا محمود وفي ميزان حسناتك ان شاء الله. لسه حمام السلام بيرفرف العمده احمد راشد والحاج حماده صلاح ابو ريش، ومن طموه لابو النمرس لشبرمنت المحطه وصلت عند ابو النمرس وصلح عائله ابو علام وابو رجب اللي كان بيقوده الحاج حماده صلاح ابو ريش. كلمنا عن صلح ابو علام وابو رجب، والمخرج هات لنا الصور على الشاشه صور صلح ابو النمرس. والله صلح ابو النمرس كان مشاجرة مع ابناء العمده شكر عبد الله موسى علام واولاد عم زايد ابو رجب. فبصراحه اتدخل عم الحاج طه عبد العزيز ابو ختيرش، والبطل بتاعنا صديق والدي رحمه الله عليه عم الحاج زكريا الليسي الله يرحمه. لا ده موجود عم زكريا الليسي الدول الحاج صلاح ابو ريش عم الحاج زكريا الليسي قائد التحكيم العرفي في مصر كلها طبعا، وعم الحاج سمير عثمان. طب كلمنا عن الصور، الناس معانا على الشاشه في الصور. عم الحاج زكريا الليسي وعم زايد وعم الحاج طه عبد العزيز ابو ختيرش ونعم الناس وعم سمير مكاوي، دي الناس اللي شاركت في المصالحه عم الحاج زكريا رقم واحد، عم الحاج طه عبد العزيز ابو ختيرش ده رقم واحد. تمام. رقم اثنين عم الحاج زكريا الليسي العمرانيه. تمام. عم سمير مكاوي عاوز كلمه انا اتفضل، وكرم اخويا الاكبر الاول الله كان متواجد معانا برضه ربنا يجزيه خير، استاذ جمعه علام، العميد عبد الله بيه علام، الناس كلهم ونعم الناس. صحيح. عم زايد واولاده ابو رجب. صحيح. ونعم الناس، وطبعا كانوا مرحبين بالعفو والسلام العيلتين جدا بصراحه. اه ونعم الناس واتحلت والحمد لله. بتبقى المشكله فاهم، ده عايز يتصلح وده عايز يتصلح، بس عايز حد ياخد بايده بس، فربنا يجازيك في الموضوع ده. طبعا عم الحاج طه عبد العزيز ابو ختيرش وعم الحاج زكريا الليسي وكرم اخويا
بصراحه ربنا يجزيهم خير وتوفقنا وربنا كريم والحمد لله. يعني رحنا هنا ورحنا هنا مقابله مشرفه من عم الحاج زايد واولاده. ده بوست على صفحتك اللي مكتوب ده. اه وكان معانا الحاج سلام ابو عمار من عرب الحصار، راجل اخ فاضل راجل محترم صديق شخصي ليا، ودي الحاج شكل علام عمده شكل علام. وبصراحه بنشكر العمده وبنشكر عم زايد على المقابله المشرفه وعلى الواجب، وكفايه الكرم بتاعهم. صحيح كفايه ان ما نخشش عليه خلاص خلاص، ده بيشيل عياله وبيحكم عليهم، وده عياله بيحكم عليهم وبيلتزم. وده صعب في الزمن ده لما بناخد كلمه من واحد ممكن بعد ساعه تتغير. صحيح. فلما بنلاقي الراجل يمسك فيه بتبقى حاجه فرحه بالنسبه لنا جميل، يعني جميله. احيانا بنمضي ناس وبناخدين لهم ورق وما يعني. صحيح. مفيش ورق بيتنفس، تاني يوم بيغير الكلام. بيغير الكلام. ده حقيقه برضه. طيب بنشكر عيله علام جميعا وعيله زايد وخاصه العمده شكل علام راجل ونعم الناس، وعم الحاج محمد موسى علام برضو عم شكل راجل محترم وكان معانا برضو في المشكله وما تاخرش والله. الطرفين بصراحه ما تاخروش يعني. كنت طبعا بما اني طبعا احد ابناء كره الاعزاء اللي بتشرف فيها، كنت سمعت ان في مصالحه ما بين عائلة أبو حرب وأبو الغيط بالحمدية وأبو حرب العزية. آه. وأن حضرتك كنت يعني قائد الصلح، كنت أنا والعمدة وعم جمعة قاسم إدريس والحاج سيد أبو كوز. لا يعني كلمنا عن المشاجرة بس الأول بالمين. المشاجرة كان عمرو عيد أبو الغيط، ومشاجرة وقفوا بعض في السكة مشدة كلامية مسكوا في بعض، فالناس سلكوهم أهل الخير والحمد لله. فطبعا رحنا لعم شعبان أبو حرب لأنه ابن أخوه ابن عم أبو المجد. كان في حد مصاب؟ ده اصابه خفيفه الحمد لله. اصابه خفيفه. بس التقدير حلو طبعا. دخلنا على الناس على عم الحاج شعبان ابو حرب. عم الحاج شعبان بصراحه ثابت حرب. واخوه عم ابو المجد ثابت حرب. طبعا ونعم الناس، وهو الشخص اللي حصل معاه المشكله ثابت ابو المجد ثابت ياسر شعبان حرب، كلهم ناس محترمين بصراحه. انا بشكرهم وبشكر ابو حرب بالاخص والناس، ونعم الادب ونعم الذوق ونعم الرجوله، عملوا معانا وكرمونا فوق الوصف وقابلونا احسن مقابله. ربنا يجازيهم خير والله بامانه. يعني رحنا مرتين ثلاثه يقولوا دي بيوتكم وتيجوا الليل قبل النهار واحنا اهل واحنا اخوات، وناس يشكروا رحنا لحد عندهم قدرونا. تقدير حلو وبيحل وبامانه. ورجاله ليهم فعل. كلمه فعل. يعني قابلنا عم شعبان، عم شعبان ثابت حرب حقيقي. قابلنا عم ابو المجد اخوه ابن اخوه عيال اخوه ولاد اخوه كلهم لهم الشغل الحرب اول الاستاذ كلهم استشاري ياسر كلهم والله ونعم الناس والاجزيه بالاخص كلها ربنا يخليك بامانه. يعني مش بيت ابو حرب كلهم لا ده بيت ابو حرب كلهم والاجزيه كلها على دماغنا صحيح. ونعم الناس والادب وبشكر بيت ابو حرب وبقول لهم حقكم علينا اخر مره كمان. يعني احنا بنشكرك على وجودك ده يا حاج. لا من العزيه لابو النمرس لشبرمنت لكل محافظات مصر. كان فيه طبعا مصالحه في محافظه في الصعيد تقريبا كنت فيها من قريب. ده كان في اسيوط. في اسيوط. كان عند الحاج محمد الكحلاوي ربنا يجازيه خير ويمس عليه. عند الحاج محمد الكحلاوي راجل اخ فاضل وده سفينه الخير بالنسبه لنا. في اسيوط. هو طيب يعني تحيه من برنامجي انا لكل اهل اسيوط اللي انا بحبهم بشكل خاص، وكل اهل الصعيد والحاج محمد الكحلاوي والحاج مصر محمد الكحلاوي والحاج مصر ونعم الناس والله الناس الافاضل. الله وش حمدي التوني. ونعم الناس والله. التحيه لكبارات محافظه اسيوط ونعم الناس المحترمه اللي بتحب ناس رجاله وبيقابلونا احسن مقابله طبعا الله. ونخش على الراجل مهما كانت المشكله ان شاء الله بيقدر الناس رجاله. في مفاجاه بالنسبه للتحكيم العرفي ان شاء الله الحمد لله. بقى موجود معانا ان شاء الله الحاج حماده ان شاء الله قريب قوي قوي ان شاء الله هنبقى في النخيله ان شاء الله باذن الله. الحاج حماد عمر قال وصل العمده هو يمس عليه يعني ان شاء الله. بوشة خير يا جماعه العرب من عندنا. الله يا عم حماد ازيك الله يخليك. بوشة خير للناس اللي في النخيله. حمام السلام هيرفرف عندكم ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يكرمهم شرف لينا ويهبط بسلام ويعم معاكم السلام والخير ان شاء الله والمحبه وما يبقاش فيها خصومات من حد في النخيله. بما اننا ذكرنا العزيه يا حاج احمد، احنا عندنا طبعا في العزيه دي موضوع شائك وخصومه سائريه طبعا ليها فتره وموضوع كبير جدا ما بين عائله ابو هيبه وابو عامر. ابو عامر سمعت ان انتوا تواصلتوا وتدخلتوا للصلح ما بين العائلتين، قول لي وصلتوا لحد ايه وربنا يقدركم يعني ان شاء الله. الحمد لله احنا توصلت انا والحاج حماده ورحنا عند طرف ابو هيبه، ناس قابلونا بترحاب والناس بصراحه ربنا مش عايزين شر. هو طبعا المشكلة دي في تقريبا في ثلاثة هنا وثلاثة ستة متوفيين ستة ثلاثة من العيلة ديت وثلاثة من العيلة دي الله يرحمهم جميعا. فأنا من خلال البرنامج بتاعك طبعا أنا بناشد آل عامر بالعجازية. آل عامر آل عامر يا أهالي العجازية عايزين نوقف الدم في كل مكان. النهاردة الدم ده بنورث ولادنا
حاجة مش حلوة يعني. ناس بتموت وناس بتتحبس. بالظبط. والنهاردة أنا بيت أطفال، أنا بيت من النهاردة أطفال، والنهاردة البيوت بتخرب، واللي بيموت النهاردة بيروح ياخد الطار ما بيتسجن، ما حرام يتسجن. خراب من ناحيتين. خراب من ناحيتين. فأنا بقول لآل عامر، يا آل عامر أبو هيبة مدد إيده وأنت مدي إيدك لأبو هيبة، والاتنين مش عايزين شر، أنتوا الطرفين مش عايزين شر، وعايزينكم تبقوا المثل الأعلى في الإعجازية. المثل الاعلى ابو عامر وابو هيبه في العزيز، عشان في مصالحات كتير طبعا واقفه في العزيه على فكره، في اكتر من 8 خصومات سعريه. ان شاء الله لو ربنا قدركم حليتوا مشكله ابو عامر وابو هيبه، هتبتدي تحلوا الحاكم وابو طرطور وابو عوض، ويعني اكتر من مشكله. وجماعه اللي هو عيله معايا حاج احمد، الخصومات اللي في العزيه ده ما شاء الله ربنا يخفها كتير، ربنا يخفها. وحتى تقريبا 8 خصومات، وانا من خلال البرنامج بتاعك ان شاء الله يبقى ابو عامر وابو فتحت خير يعني ان شاء الله باذن الله. من خلال البرنامج بتاعك انا بناشد الاستاذ ميمي ابو عامر، الحاج ميمي. الحاج ميمي عقبي راجل محترم ونعم الناس، احنا هنجيله قريب ان شاء الله ونعم الناس، وربنا يخلي له سياده المستشار ويساعدنا ان شاء الله. يا ربنا يخليه له يا رب ويفرح بيه دايما، وان شاء الله احنا جايين له وعايزين يعني ربنا يجعله سبب ان يساعدنا على انهاء هذه المشكله. عشمنا فيه لازم يساعدنا ان شاء الله باذن الله. عشمنا في راجل محترم، وعشمنا في اهل العجزيه طبعا، كل الناس محترمين، عبد الله ابو تركي برضه واهلنا. اهل العجزيه ما يتخيروش عن اي حد. من هنا من برنامجي بنحيي كل اهل العجزيه وكل رجال الخير اللي بيسعوا في الصلح، وبنناشد كل اهل العجزيه وكل رجال التحكيم العرف وكل رجال المصالحات، كل اهل الخير يتدخلوا يحلوا المشكلات دي ما بين الناس، ويقولوا كلمه طيبه ويصلحوا ما بين الناس زي ما بيعمل الحاج حماده والحاج احمد، ربنا يجازيهم خير في هذا الموضوع. انا بس قبل ما انهي حلقتي، لان خلاص دقيقه ونقفل الحلقه، في مشكله على برضو طريق المرتبه، بما انك اتكلمنا عنه. طريق المرتبه يا جماعه ما بقاش طريق سياحي بس، ده بقى منطقه صناعيه، اكتر من حوالي 50 مصنع موجودين على هذا الطريق، وكلهم بيشتكوا من الكهرباء. طبعا انا بقول المسؤولين، محافظ الجيزه، اداره الكهرباء، يعني انتوا ماشيين عكس ما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بيقول. السيد الرئيس بيقول شجع التصنيع، عايزين نصنع في مصر، ونقول صنع في مصر، ما نستوردش ونستنزف الدولار ونصنع، ولما نصنع بنشغل عماله. تقوم انتوا كل شويه تقطعوا الكهرباء على الناس المصنعين اللي فاتحين مصانع على طريق المروطيه من اول سقاره لحد الهرم، اكتر من 50 60 مصنع بيشغلوا الاف من العمال، كل شويه الكهرباء تقطع عليهم. ده يا جماعه انتوا بتسيروا عكس الاتجاه، كده ما ينفعش. يعني احنا بدل ما نشجعهم احنا بنوقفهم حالهم، وهو لما يلاقي الدنيا بايظه معاه كده هيقفل مصنعه وهيمشي، وانت كده ما بتشجعش. فبرجاء رجاء من اداره الكهرباء والسيد وزير الكهرباء، السيد رئيس مجلس الوزراء، كل السيد محافظ الجيزه، هيئه التنميه الصناعيه، يا ريت ناخد بالنا من موضوع الكهرباء يا جماعه في هذه المنطقه. انا خلصت حلقتي وشرفتني ونورتني يا حماده، والوقت معاكم اتسرق، وكان نفسي الوقت يبقى اطول من كده بجد. شرفت بيك، نورتني يا شيخ العرب الحاج حماده صلاح ابو ريش وقبيله كبير عائله ابو ريش. تسلم تسلم الجيزه، اهلا بيكم ونورتوني وشرفتني. العمده احمد راشد رجل الخير وحمامه السلام، نورتني وشرفتني. زينه رجال قريه تموم، بنحيي قبيله نعام جميعا بعائلتنا، بنشكر عائله ابو علام بالاخص، يعني عائله ابو علام وقبيله نعام جميعا وابو ريش اهل بجميع جمهوريه مصر العربيه جميعا، كل عائله ابو ريش وكل قبائل ابو ريش وقبائل النعام وكل القبائل العربيه بنشكرهم من هذا البرنامج، برنامج لقاء خاص. وفي النهايه تحيه لاصدقاء البرنامج، مجموعه ستيف جروب، الحاج محمد المصري والاستاذ ادهم رمضان والاستاذ مصطفى ستيف وحبيب قلبي محمود قلي، تحياتي يا قلي عامل ايه؟ وبشكركم جميعا، تحياتي لكل جمهور البرنامج. كمان جات لنا رساله من الاستاذ محمد صقر، الحمد لله على السلامه، ورساله من هشام الحسيكي بيتكلم عن مشكله كوبري مرور سقاره، ان في زحام، بنتكلم اداره المرور، سياده العميد علاء فريد يشوف مشكله كوبري مرور سقاره اللي بيتقفل كل يوم على طريق المرتو ده، طريق سياحي برضو احد المشاكل في هذه المنطقه. بشكركم اعزائي المشاهدين، وتحياتي لكم جميعا، الى اللقاء في لقاء خاص وقضية خاصة في لقاء قادم إن شاء الله. وكان معكم الإعلامي حازم المالطي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.